بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب صحيح الإمام البخاري للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 16 من الكتاب 75، كتاب المرضى. باب قول المريض إني وجع أو ورأسا أو اشتد بي الوجع. يعني دليل أن الإنسان إذا ذكر ما يشعر به من ألم المرض لا يعد هذا مخالفا للصبر، كويس، لأن مطلوب أن المريض يصبر. فلو اشتكى شكوى ووصف ما به من ألم لا يعد هذا نقضا لصبره، بل يكون إعلاما لغيره فقط بما عنده، إما لطلب العلاج أو لطلب المساعدة أو العون. باب قول المريض إني واجع، يعني متألم، أو رأسه، يعني إيه؟ يا راسي، صداع يعني، ورأسه، أو اشتد بي الوجع. يسموها الهاء ورأساه، الهاء اللي في الآخر دي يسموها هاء التوجع، يسموها هاء التوجع. وقول أيوب عليه السلام أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فلما سيدنا أيوب قال مسني الضر لم يمنعه ذلك أن قال الله عنه إنا وجدناه صابرا، فدل على أن الشكوى لا تنقض الصبر، ولكن الذي ينقض الصبر هو جزع القلب وعدم الرضا. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام البخاري في صحيح الحديث 27 بعد 705,000، قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح وأيوب عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أوقد تحت القدر، لما كان محرم وكان بيوقد تحت القدر، يعني بيطبخ للصحابة وهم محرمين في طريقهم إلى الحج والعمرة، فقال أيؤذيك هوام رأسك؟ لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم أنه عنده قمل كثير وحشرات في رأسه حتى أنها تكاد تدخل في عينه وحواجبه من كثافة شعره مع غبار السفر وعرق السفر، اشتد بهذا الإيذاء. فقال أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت نعم. يبقى صرح بالشكوى، قال له نعم. فدعا الحلاق فحلقه، يبقى حلق شعره بالرغم أنه محرم. ليه؟ لأنه أصابه أذى من رأسه، فيجوز أن يفعل المحظور من محظورات الإحرام لإزالة أذى أو ضر به، ثم بعد ذلك يبقى عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. يعني عليه أن يصوم 3 أيام أو يذبح نسك أو يتصدق على 6 مساكين من مساكين الحرم، كل مسكين نصف صاع، يعني حوالي 1.5 كيلو من تمر أو غالب قوت أهل البلد. وعشان كده نزلت الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يعني من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، أي شعر رأسه، فليحلق أو يلبس ثيابه. يعني افرض أنت محرم والدنيا شديدة البرد، البس هدومك ولف كوفية، أمال تسيب نفسك تموت؟ وبعدين بعد كده يبقى فدية من صيام أو صدقة أو نسك.
لان قد يكون مرضه يمنعه من انه ايه يعني يتدفق وهو بزي الاحرام، فهمت؟ يبقى ساعتها يفعل يلبس المخيط، دي مخالفة لكنها بسبب المرض، فطالما بسبب وعذر لا ايه لا اثم فيها، ولكن عليه الفداء حتى ياخذ كمال العبادة. يبقى من كان منكم مريضا فليلبس ثيابه، او به اذى من راسه فليحلق راسه شعره، فهمت ازاي؟ ثم فدية من صيام او صدقة او نسك، يسموه ايه دم مع التخيير، دم مع التخيير عشان في او للتخيير، يعني يختار اي خصلة من الثلاثة، يا اما يصوم 3 ايام ولا يشترط ان تكون في الحرم ولا يشترط فيها التوالي، او انه يتصدق على 6 مساكين من مساكين الحرم، كل مسكين نصف صاع من تمر يعني حوالي 1.5 كيلو، او انه يذبح نسيكة ذبيحة يعني. قلت نعم، فدعا الحلاق فحلقه وهو محرم، ثم امرني بالفداء اللي هي ففدية من صيام او صدقة او نسك. وعن ابي قال حدثنا يحيى بن يحيى ابو زكريا قال اخبرنا سليمان ابن بلال عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد قال قالت عائشة ورأسا، يعني النبي دخل على ستنا عائشة لا ايه مسك رأسها، تقول ورأسا يعني عندها صداع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك لو كان وانا حي فاستغفر لك وادعو لك، يعني قال لها لما تمرضي وانا عايش انا ادعو لك واستغفر لك وتخفي، ما تخافيش طول ما انا عايش ما تقلقيش من اي الم، ادعو الله يرفعه عنك. ذاك لو كان يعني هذا الالم لو كان وانا حي فاستغفر لك وادعو لك فيزول ما بك. فقالت عائشة واثكلايا والله إني لأظنك تحب موتي. واثكلايا كلمة تقولها الايه المرأة أو الرجل، معناه يعني إيه يحزني يا كربي، واخد بالك إزاي معناها كده يعني، لأن أصل الثكلة هو فقد الحبيب، إما أن تفقد إيه ابنها، تفقد أبوها، تفقد حبيب ليها، فيبقى في حزن شديد لفقدان الحبيب، فعبر عنها بقى ايه وفقدت معناها فقد الحبيب الى معنى ما يجلب الحزن. واثكلايا والله اني لاظنك تحب موتي ولو كان، يعني بيقول لها ايه يعني ذاكي، هي فهمت مش ذاكي يعني انك انت تخفي تشتكي فادعو لك، لا انك انت لو مرضتي حتى متي انا هستغفر لك واصلي عليك، هي فهمت ايه بالعكس، فقالت له انت عايز نموت، ذاك لو كان وانا حي فاستغفر لك وادعو لك. فقالت عائشة واثكلايا والله اني لاظنك تحب موتي ولو كان ذاك لظللت اخر يومك معرسا ببعض ازواجك. انت ايه بالزعر عايزني ايه اموت وبعد كده كمان ايه تنمع زوجتك عادي ولا كأن حاجة حصل، الكلام العادي اللي بتقوله المرأة مع زوجها من باب الإدلال يعني، من باب الإدلال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأسه، أنا نفسي بشتكي، بل أنا، أنت مش تقولي راسي بتوجعني، أنا كمان عندي صداع زيك، بل أنا ورأسه يعني أنا كمان عندي صداع زيك، لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه وأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون، ثم قلت يأبى الله ويدفع المؤمنون أو يدفع الله ويأبى المؤمنون، يعني بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا لو كنت حاسس أن الألم رأسي دي معناه إقبال الموت لا إيه لا أرسلت إلى أبي بكر حتى أعهد إليه بإمامة الناس بعدي، وده برضو فيه إشارة أن أبي بكر يأم الناس بعد. لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه وأعهد يعني يعهد له إمامة الناس في الصلاة وغيرها
أن يقول القائلون، يعني كي لا يقول القائلون أو يتمنى المتمنون، يعني أي واحد تاني يريد أن هو يأخذ هذا المنصب مكانه. ثم قلت يأبى الله، يعني يمنع الله ويدفع المؤمنون، أو يدفع الله ويأبى المؤمنون أن يأمهم غيره يعني. وعنه به قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز ابن مسلم قال حدثنا سليمان عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، يوعك يعني إيه؟ يصاب بالحمى في مرض وفاته، فمسسته فقلت إنك لتوعك وعكا شديدا، قال أجل كما يوعك رجلان منكم، قال لك أجران؟ قال نعم، ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. وعن أبي قال، هو جايب الحديث دليل أن النبي قال له إيه أجل، يعني أن أنا أوعك، يعني كأنها في نوع من الشكوى أو إظهار الألم، واخد بالك؟ وهذا لا يدل على الجزع، كونك تقول إن حاجة بتوجعك مش معناه إنك أنت عندك جزع وعدم صبر. قال هو عايز يقول الإمام البخاري من هذا المعنى. وعن أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله ابن أبي سلمة قال أخبرنا الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي زمن حجة الوداع، اللي هو سعد بن أبي وقاص لما مرض في حجة الوداع، فقلت بلغ بي ما ترى، أهو بيشتكوا بيقول للنبي بلغ بي ما ترى، يعني من ألم وهزال ومرض، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت بالشطر اللي هو النصف يعني. قال لا. قلت الثلث؟ قال الثلث كثير، أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، يعني يشحتوا يمدوا كفهم للناس كده، يتكفف يعني يسأل الناس فقرا، ولن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، يعني حتى الطعام اللي بتاكل زوجتك من مالك بتاخد عليه أنت ثواب أيضا. باب قول المريض قوموا عني، يعني المريض ساعات يلاقي ان الزوار كثروا عليه فأقلقوه وهو في مرض، يقول لهم قوموا عني، يعني سيبوني استريح شوي. هذا ليس معناه إزاء لهم، ليه؟ لأن المريض عنده عذر قد يحتاج راحة، لكن الإنسان السليم لو قال للناس قوموا عني يمكن يزعلوا منه الناس، يعني يجي له ضيوف يقول لهم قوموا عني بقى، يعني وانت سليم الناس قد لا تقبل ذلك، يقول لك ده بيطردنا. لكن المريض لما يقول للناس قوموا عني وهو مريض تقبل منه لعذر المرض، واضح؟ يعني قد لا يصح من المريض ما لا يجوز من غيره من السليم، ليه؟ لعذر المرض. وعن أبي قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام عن معمر قال وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وقت قرب وفاة النبي، هذه معنى حضر، قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم هلما أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، يعني هاتوا كتاب أمليكم مين اللي يمسك الأمر بعدي ومين اللي يمسك بعدي ومين كده الترتيب يعني. فقال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله. سيدنا عمر ما كانش يظن إن ده مرض وفاة النبي، فإيه
شفقة على النبي قال لهم مفيش داعي تتعبوا النبي وتجيبوا كتابه ويقعد يملكه وهو مريض، امشوا وروحوا الوقت وسيبوا النبي ما تتعبوهوش، لأن كتاب الله فيه الأحكام وكويس واحنا كده كويسين. فهمت؟ ده سيدنا عمر بيقول ده. فقال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع، يعني إيه؟ كأنه شفقة على النبي في أثناء وجعه أن يتكلف ويملي غيره، فأشفق على النبي. وعندكم القرآن والأحكام واضحة في القرآن، حسبنا كتاب الله، يعني يكفينا ما نستمده من أحكام من القرآن. فاختلف أهل البيت، مجموعة تقول له لا اسمعوا الكلام، هاتوا كتاب النبي يمليكم، سيدنا عمر ومجموعة معاه مشفقين على النبي، ما تتعبوش النبي، ما تجيبوش لا كتاب ولا حاجة، كفاية عليكم القرآن. فهمت؟ حصل بقى ايه؟ خلاف. فهمت؟ فاختصموا منهم من يقول قربوا يكتب لكم النبي صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا. قال عبيد الله فكان ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية، يعني إن المصيبة كل المصيبة، ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم. سيدنا عبد الله بن عباس كان يتمنى، سيدنا عبد الله بن عباس صغير، صبي صغير، فكان نفسه بقى إيه لما عاش الخلاف اللي حصل في عصر سيدنا علي إيه وعلى خلافته وما حدث من معاوية ومن وقفوا ضد سيدنا علي، بيقول يا ريت كن النبي كتب لنا الكتاب ده، ما كنا يبقى عندنا مرجعية نرجع ليها بدل ما احنا ايه كل واحد بيجتهد اجتهاد قد يخطئ وقد يصيب. فكان ابن عباس يقول ان الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ان يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم، واللغط اللي هو الاصوات المتداخلة التي لا تفهم. ومعلوم ان هذه الوصية لو كان مأمور النبي بها من قبل الله ما منعه أن يكتبها حتى ولو كان هناك لغط، فدل على أن النبي لم يكن مأمورا بأن يفعلها، ولكن النبي كان قد يفعلها نصحا للمسلمين وليس بلاغا عن ربه، فلما اختلفوا تركهم لاجتهادهم ووكل أمرهم إلى الله. فهمت؟ أدي الحكاية. الشيعة طبعا والروافد يمسكوا لك الرواية دي ويلعنوا سيدنا عمر ويلعنوا اللي يقول لك ما هو كان السبب، ما كان النبي كان كتب، هم متصورين كان هيكتب ايه علي الحسن الحسين، ابدا، كان النبي هيكتب الواقع اللي حصل بعديه ابو بكر عمر عثمان علي، كان هيكتب كده النبي، واخد بالك؟ هم متصورين ان هيكتب على هواهم هم. خد بالك ان امة النبي موفقة. فهمت ازاي؟ وما حدث هو قدر الله فيها. باب من ذهب بالصبي المريض ليدعى له. وعن ابي قال حدثنا ابراهيم بن حمزه قال حدثنا حاتم عن هو ابن اسماعيل عن الجعيد قال سمعت السائبه يقول ذهبت بي خالتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو السائب بن يزيد الصحابي، ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع، يعني مريض، فمسح رأسي، مسح إيده على رأسه كده، حط إيد النبي على رأس السائب، ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. وده ايه؟ الحديث ده رواه قبل كده في بيان علامات ايه النبوة وخاتم النبوة. وزر الحجلة، الحجلة اللي هي ايه القبة اللي معمولة كده بيبقى ليها زرار يتشبك بيه علشان ما تطرش، يثبتها على ايه؟ زي الخيمة كده. فبيشبه حجم ايه خاتم النبوة كالزرار اللي بيتثبت بيه الحجلة دي. كويس؟ وقيل الحجل نوع من الطائر وزره هو بيضه، يعني كأنها إيه سأليل مجتمعة.
وعاش السائب بن يزيد عمرا طويلا، شاب كل شعره ما عدا موضع الذي لمسه النبي من رأسه، ظل أسودا إلى أن مات. وكان الناس كلما أصابهم مرض يتمسحوا بهذا الجزء من رأسه تبركا. باب تمني المريض الموت، يعني هل يجوز للمريض إذا اشتد وجعه أنه يتمنى الموت؟ لا يجوز، لا يجوز أنه يتمنى المسلم الموت. ليه؟ لأنه لا يبادر بروحه لمولاه، بل لابد أن يكون حال المؤمن والتفويض لمولاه، لأنه ربما يكون المرض هو خير له، وللغالب أن المرض هو خير له، ولكن أسأل الله العافية. فإن يعني اشتد قوي وكان ولا بد، يقول اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وتوفني ما دامت الوفاة خيرا لي. مش يقول يا رب خدني بقى وريحني زي ما بيعملوا كده الجماعة اللي قاعدين على القهوة، ده كلام الجهلة. فهمت ازاي؟ باب تمني المريض الموتى. وليه الإمام البخاري قال إيه النهي عن تمني المريض الموت؟ قال لأنه أحيانا المريض إذا وجد وتيقن بأن بقائه فيه فتنة شديدة في دينه، في دينه له أن يتمنى الموت. فهمت ازاي؟ عايز يقول لك كده ليه؟ لأن كثير من الناس وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. ما أنت بتتمنى الموت وفي الدعاء يبقى أنت تتمنى الموت إن كنت خايف على دينك. فهم؟ لكن لو خايف على دنياك ما تتمناش الموت، تقول اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي وتوفى. سيدنا عمر لما كبر وقال قال اللهم إن كبر سني وضعفت قوتي وكسرت رعيتي فاقبضني إليك قبل أن أكون مقصرا. خاف لحسن يقصر بقى في رعاية الرعية كترت، وهو سنه كبر وضبطه للأمور هيختل بسبب ضعفه البشري المعتاد عند كبر السن، فتمنى الموت هو مخافة أن يموت مفرطا. يبقى من أجل خوفه على، يبقى يجوز تمني الموت إن كان الخوف على الدين، ولا يجوز تمني الموت إن كان الخوف على الدنيا. واضح؟ عشان كده الإمام البخاري سابها كده، تمني الموت إيه حكمه؟ فيه وفيه. فهمت؟ وده من ذكاء الإمام البخاري. باب تمني المريض الموتى. وعنه به قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وكان النبي قايل في أحاديث أخرى برضو يأتي زمان على المؤمن يمر على القبر فيتمنى أن يكون بداخله فرارا من الفتنة. يعني لما تشتد الفتنة المؤمن يبقى يتمنى يبقى مقبور وميت وما يشوفش هذه الفتنة. فدل على أنه إذا كان الخوف على الدين يجوز تمني الموت، وإن كان الخوف على أمور الدنيا فلا يجوز، بل للرضا وبالقسمة هو عين الكرامة. وعن أبي قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال دخلنا على خباب نعوده وقد اكتوى 7 كيات. ده نوع من العلاج، علاج بالكي. فقال إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، يعني أصحابه اللي هم الصحابة اللي ماتوا بدر وفي وفي أحد وفي الأحزاب، وماتوا قبل كثرة الغنائم والأموال، إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، لأنهم ما خدوش من الدنيا حاجة تشغلهم عن أمور دينهم، ماتوا قبل ما الدنيا تفتح عليهم. وإن أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، وإحنا جمعت معنا أموال كتيرة لم نجد لها موضع إلا التراب، يعني البناء بغير ضرورة. التراب اللي هنا يعني يقعد يكوم تراب فوق تراب، تراب فوق يعني بيبني يعني. فهمت ازاي؟ وإن أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، يعني البناء فوق التراب.
ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له، فقال إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب، إلا البناء لغير ضرورة يعني. والناس الوقت مضيعة فلوسها برضه في كده، يبقى عنده شقة وساكن فيها ومكفيها وحلو، يروح شاري له شقة كمان في الساحل الشمالي، بعد شوية يشتري له شقة في العين السخنة، شقة في المنتجع الفلاني، فبقى عنده إيه، وساعات كمان مش يشتري شقة، يشتري فيلا. فقاعد يرمي فلوسه في إيه؟ في ضياع ضياع ضياع، حتى يكون له في كل منتجع قصرا. طب وبعدين؟ طب ما الأموال اللي عندك الفائضة دي، طب ما تقوم بها برعاية الأيتام، بصدقات جارية، واخد بالك؟ أفضل ليك وأبقى من إنك أنت تسيب لأولادك قصر في كل منتجع، هتعملي بيه؟ فهمت؟ فالناس بقى الوقت برضو هي عندهم مشكلة في الحكاية دي. يعني يبني ما لا يسكن، يبني ما لا يسكن. وعن أبي قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو عبيد مولى عبد الرحمن ابن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال لا ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة، فسددوا وقاربوا، ولا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. يبقى النبي بيقول لنا لن يدخل أحدا عمله الجنة، يعني مش هندخل الجنة بأعمالنا، بل هندخل برحمة الله، لكن هنتنعم داخل الجنة بأعمالنا. يبقى النعيم والدرجة داخل الجنة بالعمل، لكن مطلق الدخول كده ده بالرحمة. واضح؟ لأن إيه؟ لأن ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، يعني ادخلوا الجنة وتنعموا فيها درجاتكم وفق أعمالكم. فهمت بقى إزاي؟ يبقى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ليس معناه أن العمل هو اللي يدخلك، لا، ولكن الدرجة التي تمكث فيها في الجنة على قدر عملك. أما مطلق الدخول كده ده محض فضل من الله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال لا ولا أنا إلا أن يتغمدني، يعني يغطيني، غمده يعني غطاه وشمله وأحاط به، إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة فسددوا وقاربوا. سددوا يعني إيه؟ يعني ابتغوا الصواب في أعمالكم واختياراتكم، ده معنى سدد. يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني ابتغى الصواب في الأقوال والأفعال والأعمال. وقاربوا، وقاربوا يعني إيه؟ يعني لا تبالغوا حتى لا يؤدي ذلك إلى الملال والملل والانقطاع، ولكن قارب يعني إيه؟ يعني خليك معتدل بغير إنهاك واجتهاد زائد حتى لا تنقطع وتمل، يعني باعتدال. قاربوا يعني اعتدلوا حتى في العبادة، اجتهاد بغير إجهاد. فهم؟ وقاربوا ولا يتمنين أحدكم الموت. إما ليه بقى؟ ليه لا تتمنى الموت؟ إما أنك أنت محسن فتزداد إحسان وأعمال صالحات، إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، أو إذا كنت مسيء فلعل الله يطيل عمرك فتتوب وتؤوب إلى الله. فهمت إزاي؟ فأنت في الحالتين مستفيد، لو كنت مسيء هي فرصة تتوب إلى الله، ولو كنت محسن أديك بتزداد إحسان ودرجات. فهمت بقى؟ وطالما أنت مستفيد في كل الأحوال يبقى ما تتمناش الموت بقى، سيبها إلى الله هو الذي يختار لك وقت أجلك، ولا تستفتح على الله. إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. يستعتب يعني إيه؟ يعني يطلب العتبة وإيه؟ والصفح. وعن أبي قال حدثنا عبد الله ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام
عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال سمعت عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ومستند إلي يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. الرفيق الأعلى اللي هم إيه؟ الملأ الأعلى من الملائكة، يعني المقامات العلى يعني. والنبي قال ذلك عندما خير في مرض وفاته أن يتوفى ما حب لقاء الله دي مش معناه تمني الموت، ده معناه عند خروج الروح بيبان للإنسان يكشف له مقامه عند الله، فالمؤمن ساعتها يحب لقاء الله لأن يشوف إيه الكرامة بتاعته. إنما الكافر أو العاصي أول ما تبتدي روحه بقى إيه تطلع يكشف الغطاء يقوم يلاقي الغضب مستنيه، يقوم إيه يبقى مش عايز لقاء الله. فهمت؟ أدي بقى إيه حب لقاء الله يبان إمتى؟ وقت خروج الروح. فهمت ازاي؟ لان فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، يعني ترى مقامك قبل خروج روحك بلحظات. فهم؟ ففي اللحظة دي بقى تحب لقاء الله. نسأل الله حسن الخواتيم. باب دعاء العائد للمريض. وقالت عائشة بنت سعد عن ابيها اللي هو سعد بن ابي وقاص اللهم اشفي سعدا، ان النبي دعاله قال اللهم اشف سعدا، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به قال أذهب الباس رب الناس اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما أو سقما، تنفع الاثنين سقما أو سقما، والسقم والسقم بمعنى المرض. يبقى النبي لما يجي له مريض كان يعمل ايه؟ يدعي له يقول اذهب ايه؟ قال اذهب الباس رب الناس، الباس اللي هو البأس يعني اللي هو الشدة والمرض يعني. وعشان كده ايه المصريين لما يلاقوا واحد ايه تعبان يقول له لا بأس عليك، لا بأس عليك يعني ايه لا شدة عليك، يعني من باب الدعاء يعني كأنه بيقول اللهم اصرف عنه البأس. اذهب الباس رب الناس اشفي وانت الشافي، لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر يعني لا يترك سقما، يعني لا يترك مرضا وضعفا. قال عمرو بن ابي قيس وابراهيم بن طهمان عن منصور عن ابراهيم وابي الضحى اذا اتي بالمريض، وقال جرير عن منصور عن أبي الضحى وحده وقال إذا أتى مريضا، يعني إذا أتى النبي مريضا زاره يعني، أو إن المريض يأتي، في الحالتين كان النبي يدعو له. باب وضوء العائد للمريض، يعني يجوز اللي بيعود المريض إذا كان رجل من أهل البركة ولقى المريض في شدة إنه يتوضأ ويجمع أثر وضوءه وإيه ويمسح بيه جسد المريض تبركا. وضوء العائد للمريض. وعن أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فتوضأ فصب علي أو قال صبوا علي لأنه كان مغمى عليه، فعقلت يعني فأفقت فقلت لا يرثني إلا كلالة، يعني ما كانش لسه لي أولاد وأبوه ميت يبقى هيورث كلالة، والورث الكلالة اللي هو إيه الذي يموت ولم يترك أصل وارث ولا فرع وارث، لا ترك آباء ولا إيه أبناء يسموه كلالة، اللي يورثوا مين إخواته بقى. فقلت لا يرثني إلا كلالة فكيف الميراث، فنزلت آية الفرائض اللي هي إيه في سورة النساء اللي فيها حكم المواريث. باب من دعا برفع الوباء والحمى. وعن أبي قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني المدينة بعد الهجرة وعك أبو بكر وبلال يعني أصابتهم الحمى، قالت فدخلت عليهما فقلت يا أبت كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك، والحديث ده
رويناه قبل كده في باب ايه؟ عيادة المرأة للمريض، مش كده برضو؟ قالت: وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته، يعني صوته، فيقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياها مجنة، وهل تبدون لي شامة وطفيل. وكما قلنا إذخر والجليل دي نباتات موجودة في مكة، كانوا بيتمنى يرجع مكة تاني. ومياه مجنة دي يعني ده المياه اللي موجودة في سوق مجنة بالقرب من مكة. وهل تبدون لي شامة وطفيل، يعني وهل يظهر لي بعض الجبال اللي موجودة في مكة، كأنه ايه يعني ندمان ان راح المدينة يعني لانه مارد يعني. قالت عائشة: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة، لأن الجحفة كان ساكن فيها يهود معاندين، فالنبي إيه طلب أن إيه تنتقل الحمى لهؤلاء اليهود المعاندين وإيه ونخلص منهم لأنهم كانوا بيحرشوا على المسلمين. والله تعالى أعلى وأعلم. وكده انتهينا من هذا الكتاب، وغدا نبدأ في كتاب الطب وفيه 58 بابا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.